النهارده في اسكندريه عروس البحر المتوسط، ومن داخل احد قاعات كليه الطب، الخميس 16 يونيو 2022 في حفله تخرج معلمات جوني فونكس. انتظرونا. معانا الدكتور أيمن الجندي، بنرحب بحضرتك ويا ريت تعرفنا بحضرتك. أولا مساء الخير، وبشكركم جدا على اللقاء اللي قمتوا بيه بصراحة. ده معاكي الدكتور أيمن الجندي، أخصائي الإرشاد وعلم النفس الإكلينيكي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أمناء دعم الإنسان. نرحب بحضرتك، وعايزين كلمة من حضرتك عن حفل النهاردة ودورك الفعال فيه. طبعا يعني يوم جميل جدا، وخصوصا ان كل المتدربات اللي جم هم حابين المجال، هم خلصوا خلاص دراساتهم الأكاديمية اذا كان ليسانس او بكالوريوس، وحابين يطوروا من نفسهم عشان يقدروا ينزلوا سوق العمل بالاسلوب الصح، الاسلوب التربوي. انا حتى دلوقتي دخلت قدمت لهم بس حاجة مهمة يبتدوا بيها حياتهم العملية، هو ان هو ما يهتمش بالجزء العلمي على قد ما يبتدي ويهتم بالجزء التربوي. ليه؟ لان الجزء التربوي هو الاساس في كل اللي جاي. احنا بنبني جيل، قبل ما هنبنيه جيل متعلم جيل مثقف، لازم نبنيه جيل عنده صلابة نفسية يقدر ان هو يقابل المجتمع، ويقدر ان هو يبعد عن كل حاجة تأثر عليه فيما بعد ما يخش في المراهقة، يبعد عن كل الاضطرابات اللي ممكن تسبب له مشاكل بعد كده في حياته. بنشكر حضرتك جدا. الف شكر، وشكرا ليكم، وتشرفونا في اي وقت، وانا سعيد والله باللقاء. مرسي جدا.